كان خطأ طبيا في طريقة التوليد، وذلك منذ 29 عاما. دفع ثمنه ذلك الطفل غاليا عبر معاناة يومية وأمراض تحاصره، وهو اليوم تائه بين التشخيصات المتضاربة وتدهور حالته بمرور الوقت لما هو أصعب. الزميل عمر الشعالي يحدثنا اليوم عن تفاصيل هذه الحالة، تفضل عمر. نعم سماح، هي حالة شاب ظل مقعد لسنوات طويلة، أو منذ ولادته بالأصح، لكن في الآونة الأخيرة ازدادت عليه الأمراض نتيجة عدم وجود الحل المناسب لهذه الحالة. شاب في مقتبل العمر لم يبلغ 30 بعد، معاناته بدأت منذ الولادة بخطأ طبي ليصبح منذ ذلك الحين عاجزا عن الحركة، لكنه اليوم ومنذ 8 سنوات تحديدا لم يعد باستطاعته استخدام الكرسي المتحرك، لتنحصر حياته بين المنزل والمستشفى، وذلك نتيجة حالة فتاق أدت لخروج أحشائه. تشخيصات حالته متضاربة وغير دقيقة، وأمراض عديدة باتت تحاصره. اليوم وبكم أهلنا الكرام في إمارات الخير يحدون أمل كبير في تبني حالة الشاب، لنصل سويا إلى تشخيص دقيق وعلاج أنسب. وأنوه أخيرا إلى أن التقرير القادم قد يحتوي على بعض المشاهد المؤلمة والتي ننصح من يتأثر بذلك بعدم مشاهدتها. جاءني النداء هذه المرة من إمارة رأس الخيمة، وتحديدا من منطقة الضيت، وصراحة أقول لم أكن أتوقع أبدا ما رأيته من معاناة شاب في 29 من العمر. معاناته هو وأهله على مدى سنوات طويلة. نزور معكم اليوم عائلة الشاب المواطن إبراهيم عيسى، والذي لم تقل معاناة أهله وحيرتهم عن معاناته. القصة بدأت منذ الولادة عندما وصل مشرط الطبيب عن طريق الخطأ إلى الحبل الشوكي للطفل، فأدى ذلك إلى قطعه في أحد المواقع، ليصاب الطفل الفطيم بشلل نصفي على الفور. وفي تلك الأيام لم يكن هناك وعي كاف وقوانين واضحة بشأن الأخطاء الطبية. مرت أيام الطفولة والطفل مقعد مستسلم لقدره، وعندما صار شابا كان حينها يتحرك قليلا ويحتك بأهله وأقرانه في المجتمع عن طريق الكرسي المتحرك. ولكن قبل 8 سنوات تحديدا أصيب الشاب بحالة فتاق قوية أدت إلى خروج أحشائه من بطنه. 8 سنوات وأحشاء الشاب قابعة أمامه على سرير المنزل، والأطباء متخوفون من إرجاع أحشاء الشاب إلى وضعها الطبيعي لمجرد أنه بديم. ولكننا نتساءل لماذا لا يكون السبب قلة خبرة في مثل هذه الحالات، أو عدم وجود مراكز متخصصة للبدناء والتي قد تحتوي على أجهزة وآليات تجعل التعامل مع البدناء وعلاجهم أكثر سهولة من المستشفيات العادية. منذ 8 سنوات وحياة هذا الشاب محصورة بين السرير في المنزل والطوارئ في المستشفى، فخلال هذه الفترة انهالت على الشاب أمراض عدة كالقلب والكلى وفقر الدم نتيجة تقرحات ظهرت عليه لجلوسه على السرير ل8 سنوات. على مستوى الدولة هنا ما في يعني مصح تأهيلي، ما في، فهو يعني قال لي يعني يوجد في ألمانيا، في الولايات المتحدة، في أمريكا، قال لي أن هناك عندهم طاقة متخصص بتشخيص كامل بحالته، ويباله علاج مستمر تحت إشراف، يعني مش مجرد أنك توصل المستشفى وترجع البيت مثل حالته هني. فهني الحين حالته كل يوم قاعدة تسوء للأسوأ. وفي هذه الأيام تدهورت حالة الشاب كثيرا، إلى درجة أنه لا يمضي عليه أسبوعان إلا ويحتاج لأن ينقل إلى الطوارئ. وقد بذل رجال الإسعاف والإنقاذ مجهودات كبيرة مع الشاب نظرا لاحتياجه إلى معدات خاصة وقوة بدنية.
وزن هذا بيكون في صعوبة في النقل، بخصوص ان احنا مثلا في الرفع، في نقله على النقالة، في اثناء المشي من الغرفة للسيارة، هذا بيكون في يعني تعب اجهاض علينا. يعني اتمنى يعني ان اتخلص من المشاكل اللي فيه ان شاء الله، واقدر يعني ارد حياتي طبيعية. واليوم نتوجه لكم أهلنا الكرام في إمارات الخير لتبني حالة إبراهيم والبحث سويا عن مركز متخصص في تشخيص وعلاج مثل هذه الحالات. لا أراكم الله مكروها في ذويكم وأبنائكم، وحفظكم الله من كل سوء. الخير باق في أمة محمد وشعب الإمارات، ففي تفاعل معهود وجه معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة بمتابعة حالة المواطن إبراهيم عيسى. جاء ذلك خلال تواصل سعادة ناصر خليفة البدور وكيل وزارة الصحة المساعد مدير منطقة دبي الطبية، الذي أكد على تكفل وزارة الصحة بمتابعة حالته الصعبة وعلاجه. ونحن في أخبار الإمارات إذ نثمن هذا التجاوب السريع والمعهود، فمن فرج عن مؤمن كرب من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إلى أبرز عناوين النشرة.